أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك لنعيش رحلة مع آيات الله في الكون، ونتأمل هذا الإنسان الذي طغى وتكبر واستكبر على خالقه عز وجل وجحد النعم، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون خلقه من أجلك أيها الإنسان. أحبتي في الله، من أحدث الاكتشافات العلمية أن الكون منذ بداية خلقه صمم لخدمة الإنسان. 13.7 مليار سنة هو عمر الكون، كل هذه المليارات من السنوات تسير وفق قوانين الجاذبية، سرعة الضوء، قوانين ثوابت كونية إلى آخره. كل هذه القوانين ومجموع هذه القوانين معدة مسبقا ومصممة لتأتي أيها الإنسان إلى الأرض لتجد نسبة الأكسجين في الجو مناسبة، لتجد نسبة الضغط الجوي مناسبة، لتجد كمية الماء على الأرض مناسبة، حتى حجم كوكب الأرض مناسب سبحان الله، حتى عدد أوراق النبات على الكرة الأرضية مناسب كحالة مثالية لحياة الإنسان، حتى عدد الكائنات على الأرض مناسب. كل الكائنات فيها فائدة، كل الكائنات، وسوف نضرب أمثلة على ذلك. اليوم العلماء يجدون مواد فيها شفاء في أعماق المحيطات، في تراب قاع البحر، وفيها مضادات حيوية. العلماء يأخذون من الطبيعة ما يعالجون به أنفسهم، يستفيدون حتى من تصميم أوراق النبات، ويستفيدون من كل نبات في هذا الكون. إذن كل شيء مسخر، لا توجد مادة واحدة غير مسخرة لك. حتى من أغرب الأبحاث العلمية أن المواد أن العلماء يستخرجون اليوم مواد مضادة للسكر أو لعلاج مرض السكر من الضفادع، تصوروا، ويستخرجون مادة من سم الثعبان لعلاج السرطان. يعني شيء غريب، حتى الثعبان مسخر لك. يستخرجون مثلا من كثير من النباتات أي شيء فيه علاج وشفاء للإنسان. حتى هناك بكتيريا مفيدة سخرها الله لخدمة الإنسان سبحان الله. يعني أشياء عجيبة جدا، كلها مسخرة لك أيها الإنسان الذي كنت أصلا جنينا صغيرا في بطن أمك، لا تساوي شيئا، عاجزا غير قادر على أي شيء. لذلك أيها الأحبة، أقول دائما هذا التسخير الكبير للإنسان، ما هو هدفه؟ هدفه أن يرسل لك الله رسالة يقول لك أيها الإنسان، انظر، انظر إلى أهميتك على الرغم من ضعفك وصغر حجمك. يعني العنكبوت أقوى من الإنسان
بآلاف المرات. على فكرة النملة أقوى من الإنسان بمئات المرات. كل المخلوقات، الذبابة أقوى من الإنسان قياساً لحجمها. هذه المخلوقات الصغيرة قياساً لحجمها أقوى من الإنسان. لذلك الله تعالى خاطبك: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال أيضا: وخلق الإنسان ضعيفا. إذن هذه الآيات مسخرة لك أيها الإنسان. آيات للموقنين. قال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لم يقل إن في ذلك لآية، بل قال لآيات. لماذا؟ لأنك أمام آيات ومعجزات لا تكاد تنتهي. قال سبحانه وتعالى: لقوم يتفكرون. إذن الإسلام دين التفكر. الإسلام دين يأمرك أن تتفكر، بل إن عبادة التفكر ربما تكون من أفضل العبادات وأجرها أعلى. لماذا؟ لأنك عندما تتفكر في خلق الكائنات، خلق الكون، خلق النبات، هذه المخلوقات عندما تتفكر فيها إنها ترشدك إلى إله عظيم قوي قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ترشدك وتقول لك: إن الله قادر على كل شيء. انظر إلى هذا الإله الرحيم، على الرغم من قدرته الهائلة، على الرغم من قوته غير المحدودة، كل هذا سخره الله لك. لم يسخره فقط، بل وضع لك آيات في القرآن تدلك على صدق هذه الآيات من خلال الكون. يعني أنت ليس مطلوب منك أن تؤمن إيمانا أعمى، المطلوب أن تفكر وتتأمل وتتدبر لتؤمن إيمانا يقينيا. لذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أيها الأحبة، التفكر عبادة لا تقل أهمية عن أي عبادة أخرى، والتفكر يهدف إلى زيادة الإيمان وزيادة اليقين. فجميع الأنبياء تفكروا، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تفكر أيضا في خلق الكون، وتفكر في خلق النجوم والسماوات، وكان من أكثر الناس يقينا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين، رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري، جل من أقرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار.